من حاله عندما أقرأ أنا لنفسي وأنا أعلم أنه أيمن عم يقرأ ويسمع نفسه. فمر فضيلة الشيخ المعصراوي دون أن أدري فقال لي سمعتك تقرأ. فالشيخ المعصراوي سمعني. نعم. لو كنت أعلم أن الشيخ المعصراوي, لأن كل إنسان لما يقرأ إلى نفسه قد يكون صوته خفيضا. لكن لما يعلم أن مثلا مثل الشيخ يحسنه لحبرته لك, لحبرته لك تحبيرا. نعم. نعم. لا يعني هذا أنه نقله من مقام إلى مقام, لم تكن العرب تعرف هذه المقامات, وإنما الكلام في حديث أبي موسى على الحنجرة وعلى رقة القلب وعلى الصوت الحنون. نعم. المقرون بتأمل. لذلك كان سيدنا عمر يطلب من سيدنا أبي موسى يقول ذكرنا ربنا. نعم. نعم. كان نعم. كان يجلس سيدنا عمر فيقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا. نعم. فيجلس عمر ويقرأ أبو موسى وعمر يبكي. نعم. وعمر يبكي. نعم. وعمر يبكي. ولا يقول الله أعد أعد. وعمر يبكي دليل على أن هناك خاشع متدبر من بي... أو خشوع وتدبر. نعم. بين السامع وبين القارئ. نعم. 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 معنا اتصل من شيخ قراء لبنان فضيلة الشيخ المقرئ محمود عكاوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله يا سيدي. حياكم الله. أردت أن أدخل بمداخلة, وقبل المداخلة أسلم على أحباب قلبي على شيوخي الشيخ أحمد معصراوي والشيخ أحمد والشيخ أيمن رشد سويد حفظهم الله. الله يحفظك شيخ محمود الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. أبدأ من حيث ختم الدكتور أيمن من حيث رواية أبي موسى الأشعري. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القوم الذين يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة, فقال الإمام أحمد رحمه الله إن كان يقرأ بقراءة أبي موسى فلا بأس. فهل كانت قراءة أبي موسى بهذه المقامات التي نسمعها اليوم من السيجا والنهوند وغير ذلك؟ وكذلك أنوه أن القراءة التي مقصودها العظة والاعتبار وفهم المعاني وتدبر الآيات وتذوق جمال الألفاظ وطلاوة الأسلوب وحلاوة البلاغة فهذا مستحسن مطلوب. أما ما نسمعه اليوم أن هذه الآية لا تصلح إلا بالبيات الشوري أو لا تصلح إلا باللامي أو لا تصلح إلا بالهركة وغير ذلك, فهذا يعني العلماء تكلموا به كلاما صريحا. ومؤخرا جاءني أخ وهو يقرأ عندي ويحفظ القرآن, فرأيت أن حاله قد انقلب. قال له, قلت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أتعلم المقامات. قلت تترك القرآن وتتعلم المقامات, لما هذا؟ فكذلك الأمر لابد أن يكون فيه انتباه من الذين يقصدون حلقات القرآن الكريم ومن الذين يريدون أن يتعلموا القرآن الكريم وينهلوا من القرآن الكريم. فلذلك يقول الإمام الخاقاني فذو الحذق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدري. فتحسين الصوت بالقرآن الكريم مطلوب, ولكن لا خلاف بين العلماء على استحباب تحسين الصوت وترقيقه على الوجه المشروع بحيث لا تخرج القراءة عن شرط الأداء المعتبر عند أهل العلم والقراءات. وكذلك لا خلاف بين العلماء على حرمة القراءة القرآن بالألحان إذا أفرط القارئ بها من في المد والتمطيط والإشباع. وكذلك من المداخلة التي دخل فضيلة الشيخ سعد الغامدي وأوتي صوتا طيبا ومزمار من زمير داود, فهو يتنقل من مقام إلى مقام, وعندي بفضل الله الخبرة بهذه المقامات ولكن من غير دراية منه. وسألته مرة لك هذه الدراية؟ قال لا. فتجده ينتقل بصوته الشجي الطيب بأدائه الحسن الأخاذ من غير دراية له بالمقامات. أما ما نجده عبر الأقنية وكلهم نحبهم ونسأل الله لهم التوفيق أن يحافظوا على التلقي وأن يحافظوا على هذه الأسانيد وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في البشرية. يقول وأختم حديثي بما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله, لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه
شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحل. فمن يريد شفاعة القرآن لا بالسيجا ولا بالنهوند ولا بالبيات ولا بالكرد ولا بأي شيء من هذه المقامات، إنما بشفاعة التدبر والفهم والعمل والعلم والرقي، هذا هو الذي نفهمه. فجازكم الله كل خير، وجاز الله قناة الرحمة على هذا الطرح الطيب الذي كنا نحتاجه، وكيف لا وقد تصدى لهذا الأمر شيخين جليلين حفظهم الله وأيدهم الله وجعل على أيديهما النصر إن شاء الله، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. شكرا فضيلة الشيخ محمود. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمود عكاوي شيخ قراء لبنان. عايز أقول حاجة يا دكتور، يعني ما في من متصل علينا أجاز القراءة بالمقامات أو استحسنها حتى. نعم. كلهم أنكروا هذا الأمر. هو القضية اللي أنا عاوز برضه أقولها حضرتك، ذكر هؤلاء الإخوة بارك الله فيهم أقوال بعض السلف والخلف في هذا الأمر، هذا الأمر منتهي يعني، ولكن القضية في إخواننا الذين شغلوا أنفسهم بهذا الأمر وأمر المقامات في وقتنا الحاضر، أخشى عليهم من الضياع والوقوع في الزلل، لأنهم غلبوا. وهو الآن لك مثلا يقال مع المحافظة، لا يمكن ولا يستطيع، حكي نظري، كلام نظري، كلام نظري، كلام نظري، لا يمكن، لا يمكن، لأن احنا بنقرأ، لا يمكن لأحد من الناس أن يصل إلى هذه الدرجة، وهي أنه يقرأ بالألحان. لا، لو هيقرأ بالألحان كما قلت لابد أن يتعلم الألحان على الموسيقى. نعم. ودي مصيبة، لأنه شغل نفسه بما هو محرم شرعا، وهو تعلم الموسيقى لأهل القرآن، وكما جاء في الآية الكريمة في أول سورة لقمان من نشتري له ابن سيدنا المسعود قال الموسيقى اللغو. نعم. الغناء. نعم. الغناء والغناء لا يكون مصحوبا بالموسيقى. نعم. يعني معنى ذلك أن آلات الموسيقى محرمة بالنسبة لهذا الأمر، فلن يصل أحد إلى تعلم الألحان أو المقامات إلا بالدراسة. وإذا ما شغل نفسه بهذا الأمر نسي أو انشغل عن كتاب الله، وإذا ما تعلم وأراد أن يطبق لا يمكنه بحال من الأحوال أن يؤدي القراءة على جهة الشرعية الصحيح، لأنه لابد وأن يزيد أو ينقص. لماذا؟ وكان ذكر الدكتور أيمن، لأن اللحن أو المقام لا يمكنه أن يطبقه صحيحا ولا ينشز عن هذا المقام إلا مع الزيادة أو النقص. لا يمكن أن يؤدي اللفظة بوجه صحيح مع التزامه بالإيه؟ بالمقام. يعني حضرتك بتقولي أن الأزمنة، أزمنة التجويد، أزمنة تختلف تماما عن أزمنة المقامات الموسيقية. طبعا ذكر الدكتور بيقول حضرتك، هو بيقول لك أن هنا أولا معلوم أن الأحكام التجويدية أو الأداء القرآني متلقى، يعني تلقاه الأئمة عن فهم رسول الله وتلقيناه عن مشايخنا أداء يعني مشروعا أو بكيفية معينة لا يمكن لنا أن نزيغ عنها أو نضل عنها. نعم. فطبعا حضرتك عشان أؤدي اللفظ القرآني كما تعلمته وزي ما سيدنا الرسول وذكر في الحديث اقرأوا كما علمتم، لا يمكن لنا أن نقرأ كما علمنا ونؤدي بهذا المقام أو بهذا اللحن الذي ساعة في الآونة الأخيرة بين قراء القرآن أنهم يتعلموا الألحان الموسيقية أو المقامات الموسيقية، بحجة أن هذا قد أشارت إليه الأحاديث التي استمعنا إليها، مزمار بالمزامير آل داود أو من لم يتغنى، ويعني لو الألفاظ النبوية على حسب هوى هؤلاء المضلين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، لأن يخدموا ما يدعون إليه من تلحين أو تعليم الألحان حتى يستطيعوا أن يقرأوا القرآن على الوجه الذي يرضي أو يطرب المستمع. الطرب في المستمع ليس بالأداء الألحان في القراءة القرآنية، ولكن الطرب يكون بالتدبر والخشوع، وهذا ما نزل من أجل القرآن كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آيات. نعم. فالهدف الأسمى التدبر، وإذا ما حدث التدبر هيحدث العمل ويحدث التزام بما أمر وبما نهى القرآن، لأن القرآن ده دستور منهج حياة ينظم حياة في جميع نواحيها،
العبادية والمعاملتية والسياسية والاجتماعية والأدبية والأخلاقية. لا يمكن لإنسان يستمع لتال أو لقارئ يقرأ ويفهم مراد الله وهو يقرأ ويتلاعب بالألفاظ القرآنية، لا يمكنه. والله فضيلة الدكتور أنا بصراحة في حيرة. يعني لا ما الموضوع ما في حيرة سيدي. لا لا أنا أقول في حيرة من بعض إخواننا اللي بيتبنوا هذا الرأي وهذا الفكر وينشروه بشكل قوي جدا. حضرتك دلوقتي أنا جالي اتصال في إحدى الحلقات، المتصل يقول طلب مني وأنا أعمل معلم القرآن بالمملكة العربية السعودية في أحد المعاهد أن أدرس المقامات الموسيقية حتى أستمر في عملي. يا يعني الأمر حضرتك وصل للأمر لكده، دي الحيرة اللي احنا فيها. سيدي أنا أعيش في السعودية وأعلم يعني